السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل، يومكم جميل بمشيئة الله. النهاردة الجمعة 21/1، هنعمل تجربة جديدة لأول مرة في النوعات رحال. هننزل ملاحات المعدية. فكرة الملاحات ان في مركب بتاع اخ محترم اسمه عزمي، هو عزمي يعتبر هو اللي ماسك الشغلانة دي. يعني عزمي بيدخلك بقارب صغير كده على الرجول اللي هي بتاعت الكباري. بنستهدف طبعا في المكان دوت سمك السياسي والنقط، في بعض الشبار اللي هو الخناني السلبولت الخناني، في بعض تعباء. اليوم بتاعنا النهارده يوم ترفيهي بمشيئه الله، ما اعتبرش يوم صيد لان الريح مغير. النهارده الريح كان يا جماعه الساعه 5 الفجر كده بمشيئه الله كان جاي شمالي غربي، بعد كده قلب جنوبي لحد بعد الظهر. احنا الساعه دلوقتي لسه طالعين من الصلاه، الساعه دلوقتي في حدود واحدة الا تلت بالظبط. متفقين ان احنا هنقعدهم 3-4 ساعات كده نرفعهم بيهم عن نفسنا ونجرب ان شاء الله. نتمنى من الله ان الفيديو بتاعنا يكون موفق. هنظبط لكم الرحلة بكل تفاصيلها، بحيث ان حتى النهاردة لو ما كانش يومنا موفق، لان احنا عارفين ان يومنا ترفيهي على اساس ان احنا خايفين من الريح يعني، ولكن الرزق بتاع ربنا. فهنوصف لكم بالفعل الرحلة ديت بتتم ازاي. معاه النهاردة طبعا ان شاء الله اخويا وحبيبنا الاخ عز. نورتنا عز، الله يخليك. طبعا معايا مين؟ انا هركب مع بابا اللانش. يعني ده الصياد الصغير. ايوه. سندوتشاتك معاك؟ اه. الدنيا كلها معاك؟ اهلا. كل حاجة يعني مظبوطة؟ طيب على الله. معايا طبعا مين؟ اخونا وحبيبنا الاخ عاشور. حبيبي عم عاشور، صيادين الغلة والمحترفين. احلى مساء واحلى يوم بمشيئة الله. حبيبي الغالي المحترم عمي عم محمد الاصمع، الله يخليك يا رب. ان شاء الله يومنا ترفيه ان شاء الله، والرزق بتاع ربنا. عايزين بقى يا جماعة لايكات وبتاع، دعمونا بلايك واشتراك في القناة. هنوصف لكم الرحلة بكل تفاصيلها. السمك زي ما اتفقنا قلنا بتاع ربنا، لان احنا خايفين من الريح النهاردة، ولكن مش هنقدر نقعد في البيت، فطلعنا اليوم بتاعنا الترفيه. المفروض ان عزمي جاي لنا وقت، الله كريم. يا مسهل الحال يا رب، خليكم معنا. حاضر. بابا ايه اللي احنا نصطاد فيه؟ لا ده هيدخلنا على الكوبري. صباحك فل يا معلم عاشور. صباحك عسل السابع. رحلة سعيدة بإذن الله. توكلين على الله يا جماعة، وإن شاء الله ناخدوا ايه؟ اي كوبري. والولا يحيى ايه خدت سندوتشات معاه. عم محمد اه الفول حبايبي. معاك سندوتشات يا يحيى؟ أنا معايا سندوتشات.
كل حاجه جاهزه يعني. شايف الخيط اهو، شايف السعر من فوق وارفع الكوبري من فوق اهي، ماشي وعالم تحت اهي. والله يلا يا ابني بتطلع يا ابني الاكل يا ابني. ليه 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 هتبرد نفسك ليه؟ مد ايدك دلوقتي بس في الاكل والشوربه. عم محمد طلع بس البتايه، تعال شوف طلع الاكل ده لك. هو في الكيس ده ايه؟ يلا بقى استمتعني شوي. لا 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 ما ينفعش. لا 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 منور يا خال. من الحلاوة اللي عليه. طبعا احنا ما ظبطتش معانا تحت الكوبري، كده كده احنا كنا متوقعين يعني، فقلنا برضو ايه نغير جو هنا شويه. هي كده كده اللي هي الفسحه ترفيهيه ان شاء الله. ان شاء الله نجيب المركب المره الجايه ديت وننزل.
شط المعديه ده يا جماعه، مش هتبقوا عارفين بس ده شط المعديه. وصلنا بقى يا جماعه للسان بتاع المعديه، برضه هي فسحه بفسحه، فنغيروا جو بقى ان شاء الله. لو لقينا السمك هننزل نغطس المايه نجيب. لا انت اللي هتغطس، انا سعانه. المره اللي فاتت مش عايزين من المايه لما كنا نتفرج اليوم. وصلت معاكم يا شباب لنهايه الفيديو. الفيديو طبعا احنا زي ما قلنا من البدايه ان هو فيديو ترفيه، يعني فسحه كده في البحر والالسنه، ومعانا عده الصيد، الشمس اهي بتغرب اهيت. ده طبعا لسان المعديه. خلصنا احنا كده الرحله بتاعتنا ان شاء الله، والريح ما كتبتش علينا، يعني هي كان معروف ان الريح اللي مغيره وجنوبي وكذا مره في اليوم بيبقى معروف ان اليوم ايه فاكس زي ما بيقولوا، ما فيهوش سمك. تحياتي ليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكون الرحله عجبتكم. استنونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.